لو شفت لما احمل لود على العضلة يشدها شوية ويزود المسافات ما بينها، بيعمل ايه؟ بيعمل تنشن زي الصورة اللي قبلها بالظبط. الناس اللي كانت بتشد الحبل عاملة تنشن في الحبل، خلاص؟ فلما بيكون في لود عامل ستريتشنج وعامل تنشن، التنشن ده بيكون عبارة عن ايه؟ شد على الإلاستيك إيليمنت بتاع الحاجة، تمام؟ الاستيك اليمنت يعني حاجه بتتنط معايا زي السوسته اللي انتوا شايفينها دي. بصوا كل ما بزود حمل الكوره كل ما السوسته بتنط اكتر. طب ايه لازمه الكلام ده؟ الشد ده باسيف مبدئيا، يعني البتاع الاستيك اللي بيتشد في النص ده ما بيعملش اي اكشن، هو نفسه هو بيتشد وخلاص. طب برضو نرجع، ايه لازمه الكلام ده؟ هيبتدي يرد باكتف تنشن، تمام؟ لما هو يبتدي يشد نفسه ده اللي بنسميه اكتف تنشن. لقينا ان كل ما يزيد الباسيف تنشن كل ما يزيد الكونتراكشن فورس بتاع المصل، وده اللي بنسميه ستارلينج لوب. دي الكونتراكتايل اليمنت ودي الالاستيك اليمنت. اهميه الكلام اللي قلناه ده انه بيوضح لنا علاقه اسمها length tension relationship في الكارديك muscle. ادي اللينث بتاع العضله اللي هو الانيشال لينث اللي بينتج عن الاسترتشنج او كده، وادي التنشن اللي بيتولد اكتفلي لما المسل تبتدي تكونتراكت. هنلاقي ان كل ما الانيشال لينث زاد كل ما التنشن الباسيف زاد، لانك بتشد استك، ده بنسميه الباسيف تنشن او المنقط ده، خلاص؟ زياده في اللينث مع زياده في التنشن. طب ده ايه؟ الاكتف تنشن اللي هو هيتولد من انقباض المصل. لو بصينا هنا للبرفورمانس بتاع الكاردياك مصل بيتحدد على اساس ايه؟ هنلاقيه بيتحدد بحاجتين، الديجري اوف شورتنينج والفيلوسيتي اوف شورت. ده اللينث تنشن ريليشن شيب اللي احنا لسه قايلينه، الباسيف تنشن تحت اهو، تمام؟ اللي هو الانيشال اللي بيتحدد عن طريق الانيشال لينث، كل ما الانيشال لينث بيزيد الباسيف تنشن بيفضل يزيد الى ما لا نهايه، لكن الاكتف تنشن ودين ليميت هيزيد معايا وبعدين هيبتدي الزياده تقل. ولو كان في امكانيه ان الكيرف ده يكمل كان هنلاقيه بيبتدي التنشن ينزل، الاكتف تنشن ينزل. بصوا كده، لو انا عندي المستوى ده من الافتر لود، ايه الافتر لود ده؟ هو احنا مش كنا بنقول ان الانيشال استرتش ده بيمثل بري لود اللي هو لود على العضله من قبل ما تنقبض، وقلنا ان كل ما بيزيد كل ما قوه انقباض العضله زادت وذين ليميتس، تمام؟ لغايه حد معين. امال ايه الافتر لود؟ الافتر لود بقى اللي هو لما العضله ابتدت فعلا تو كونتراكت، مطلوب منها ان هي تشيله، خلاص؟ مطلوب من هي في المصل في الهارت ان هي تضخه، تمام كده؟ طيب الليفل اوف افتر لود ده بيحدد برضو جوده الاداء، لان العضله لو مثلا مشدوده، لو انا جبت عضلتين مشدودين بنفس ديجري الشد يعني نفس الانيشال لينث يعني نفس البري لود والعضلتين زي بعض بالظبط، فالمفروض ان العضلتين ينقبضوا بنفس القوه لما اديهم اوردر للانقباض، تمام؟ اديهم اكشن بوتنشال او اكهربهم او اي حاجه، تمام كده؟ لان الاثنين بادئين بنفس البري لود والاثنين زي بعض بالظبط. طيب لو واحده فيهم مطلوب منها ان هي تشيل كيلو والثانيه مطلوب منها ان هي تشيل 3 كيلو، ديجري الاسترتش الاوليه بتاعتهم قلنا كانت واحده نفس الطول بادئين بنفس البري لود والعضلتين زي بعض بالظبط، تفتكروا مين هتنقبض احسن؟ مين هيبقى المهم عليها افضل، ادائها هيكون احسن، اللي المفروض تشيل كيلو ولا 3 كيلو؟ كل ما العبء زاد اللي هو الافتر لود بقى، ان انا ساعه ما اجي جيت انقبض بقى وما فرحان بنفسي لقيت قصادي افتر لود عالي، فده هيعمل ايه؟ هيعوقني، تمام؟ اتفاجئت بشنطه تقيله قوي المفروض اشيلها، خلاص كده؟ اذا ليفل الافتر لود بيحدد الاداء، بس عكس بقى البري لود مش بيحسنه كل ما يزيد، لا بالعكس، ده من البدايه كل ما يزيد الافتر لود كل ما يقلل الديجري اوف شورتنينج، تمام؟ ليه بقى؟ لان مطلوب من العضله اصلا اول ما بتبتدي تولد تنشن ان هي تزود التنشن لحد ما توصل لنفس التنشن الموازي للافتر لود. ف
وبعد كده تبتدي تقصر. فلو مطلوب منها تشيل كيلو هتزود التنشن لحد ما توصل للكيلو وبعدين تبتدي تقصر. تمام؟ يعني اللينس انا وصلت لهنا مثلا، انا وصلت اللينس رقم واحد ده. تمام؟ نبص كده على الدياجرام. انا شديت العضلة لغاية ما وصلت للينس رقم واحد. اللينس ده بيتحدد بوحدات قياس طول، يعني مليمتر سنتيمتر كده يعني. فانا وصلت للينس رقم واحد. هنقبض بقى. لو الافتر لود واقف هنا، تمام؟ يبقى انا هولد تنشن بالمقدار ده وخلاص، مش هولد اكسترا تنشن، مش هكمل اخبط فوق في اقصى تنشن اقدر اجيبه، لا، لان انا مش محتاجاه. اللود بتاعي عايز تنشن لغايه هنا. طب هعمل ايه بعد كده؟ هقدر اقصر بالمقدار ده. تمام؟ فهيعمل لي ايزو تونيك كونتراكشن. يبقى انا بدايتي ايزومتريك. انتوا فاكرين انا مش بشرح الايزومتريك والايزوتونيك، لان دول احنا عارفينهم من السكيلت المصل كويس. تمام؟ فبدايتي ايزومتريك وبعدين بكمل ايزوتونيك. تمام؟ ده الديجري اوف شورتنينج بتاعي. لو حبينا نجمع بقى الفاكتورز اللي بتاثر عموما على البرفورمانس بتاعه الكاردياك ماسل، هنلاقي اربعه مين فاكتورز. الاولاني البريلود، الثاني الافتر لود، وبعد كده الانوتروبيك ستيت، حاله العضله نفسها. خدوا بالكم انا في المقارنه اللي قلتها عشان اشرح لكم البري الافتر لود، قارنت بين عضلتين زي بعض بالظبط. ليه قلت لكم زي بعض بالظبط؟ عشان الانوتروبيك ستيت او الكونتراكتيليتي بتاثر. كمان الفريكوانسي اوف ايه اوف كونتراكشن. الايفكت اوف افتر لود على الكاردياك موسل، احنا شفنا البري لود وعرفنا ستارلينج لو. الافتر لود بقى ادي اللود رقم واحد زي ما اتفقنا اللي هو البري لود. لو وصلت هنا افتر لود هتبقى دي الديجري اوف شورتنينج. طب لو الافتر لود زاد، بصوا كده بنفس البري لود اهو، انا واقف عند نفس النقطه، ده البري لود، هوصل لغايه هنا الديجري اوف شورتنينج حصل لها ايه؟ صغرت. السهم الاخضر ده بيمثل الديجري اوف شورتنينج، هتلاقوه قصير. طب لو عليت الافتر لود اكتر ممكن ما اقصرش خالص. طب على الفيلوسيتي بقى، احنا قلنا ان انا بحكم على الكفاءه بالديجري وبالفيلوسيتي. فلو حبيت بقى احكم بالفيلوسيتي، اللي فات ده كان الديجري اوف شورتنينج، نشوف بقى الفيلوسيتي اوف شورتنينج. هنلاقي ده الكيرف بتاعي، ده الفيلوسيتي اوف شورتنينج وده الافتر لود. كل ما يزيد الافتر لود كل ما الفيلوسيتي بتقل، ودي حاجه ابسولوت يعني حاجه مطلقه. دي الماكسيمم ايزومتريك فورس اللي هي بعديها ما فيش زياده اكتر من كده. ده الافتر لود اهو، ده اللي اقدر اشيله. خلوا بالكم انا بشوف فيلوسيتي اوف شورتنينج، يبقى انا بتكلم في ايزوتونيك كونتراكشن. لو وصلت للماكسيمال ايزومتريك فورس ده خلاص انا اصلا ما فيش شورتنينج، فما فيش باقي للكيرف. تمام؟ لان انا زودت الافتر لود قوي. مثلا العضله تقدر تزق مثلا 3 كيلو، فانت اديتها نص كيلو هتشورتن حلو قوي وبسرعه قوي. اديتها كيلو هتشورتن كذا، اديتها كيلو ونص، طب 2 كيلو، طب 2 ونص، طب 3، خلاص طب 3 ونص، ما هي زي الثلاثة اصلا. الفيلوسيتي اوف شورتنينج بقت زيرو لان ما فيش شورتنينج اصلا. تمام؟ فهمتوا ليه الكيرف خابط هنا وواقف؟ طيب احنا قلنا كل ما اديها لود اقل كل ما بتشورتن احسن. طب لو اديتها لود زيرو هتبقى ماكسيمال فيلوسيتي اوف شورتنينج. طب هو في حاجه اسمها لود زيرو؟ قال لك لا، ما فيش اصلا لود زيرو، لان العضله دايما عليها لود تتشال، ان شاء الله وزنها هي شخصيا. فعشان كده لود زيرو ده تخيلي، فبنعملها بالتمقيط كده، يعني بيسموها اكسترابوليشن. الجماعه بتوع الكيرف بيسموها اكسترابوليشن، بنسميها في ماكس. اوكي؟ يبقى كل ما زود الافتر لود كل ما الديجري اوف شورتنينج قلت والفيلوسيتي كمان قلت. طب البري لود شرحناها في اللينس تنشن. لو ثبت الافتر لود بطريقه ثانيه برضو، هثبت الافتر لود اهو وهبتدي ببري لود رقم واحد، دي الديجري اوف شورتنينج. طب لو زودت البري لود الشورتنينج حصل له ايه؟ زاد، اتحسن، فمور شورتنينج. يبقى زياده الافتر لود بتعمل لس شورتنينج، زياده البري لود بتعمل مور شورتنينج. طبعا الفيلوسيتي بقى هتشفت الكيرف، بصوا كل ما البريلود يزيد الكيرف ده هيبقى افضل. تمام؟ هيبقى عند كل افتر لود الشورتنينج فيلوسيتي اعلى من
البريلود اللي قبله، يعني لو افترضت ان الاي ده بريلود والبي ده بريلود تاني، تمام، اعلى منه. البريلود العالي بيخلي الشورتنينج احسن، فبدل ما انا لما كنت واقف هنا في الافتر لود مثلا بشيل نص كيلو، فادي الفيلوسيتي اوف شورتنينج اكس، خلاص. طب لما هشيل نص كيلو بس العضله دي حاصل لها بريلود اكتر، فمشدوده احسن، بالتالي الشورتنينج بتاعها افضل، فمش هدي بقى شورتنينج فيلوسيتي اكس، لا هتبقى اكس بلس 1 مثلا. المفروض ان الفي ماكس ما بتتغيرش، تمام. ده كده ايه؟ تثبيت للافتر لود وزياده للبري لود، عملت زياده للفيلوسيتي اوف شورتنينج في كل مره، عند الايه واقفه هنا، عند البي اعلى منها، عند السي اعلى منها. يبقى كل ما زاد البري لود كل ما ديجري اوف شورتنينج زادت والفيلوسيتي اوف شورتنينج زادت، ده عكس اللي قلناه على الافتر لود. طيب لو قلنا بقى الانوتروبيك ستيت بتعمل ايه؟ لو اديت حاجه بوزيتيف انوتروبيك بصوا بتعمل ايه في الكيرف؟ بترفعه، تمام؟ لان بقى عند كل جيفن لينث، مثلا لو انا واقفه عند اللينث رقم واحد ده، اوكي؟ ده اللود اللي انا المفروض اشيله، يبقى الافتر لود اهو والبريلود اهو اللي هو الانيشال لينث. البريلود هو اللي بيعمل الانيشال لينث، هو اللي بيعمل ستريتش. يبقى انا واقف هنا في البريلود واقف هنا في الافتر لود، امال ايه اللي اتغير؟ اديت دواء، اديت كالسيوم، اديت ديجيتالس، اديت حاجه زودت الانوتروبيك ستيت، تمام. فايه اللي هيحصل؟ المفروض اني كده كده هولد نفس التنشن مبدئيا بالايزومتريك كونتراكشن عشان اوازي اللود اللي المفروض يتشال، بعد كده ابتدي اعمل شورتنج. فكل ما كانت العضله الانوتروبيك ستيت بتاعتها احسن، كل ما عملت شورتنج اكتر. ده الشورتنج اللي كنت هعمله قبل ما اخد البوزيتيف انوتروبيك، هتلاقوا علشان الكيرف كله طلع لفوق لما بزود الانوتروبيك ستيت، معناها ان التنشن كله بيزيد، تمام. قدرتي ان انا اعمل تنشن عند كل انيشال لينث زادت، فالكيرف كله بقى لفوق اهو. فهيترسم ازاي بقى الديجري اوف شورتنينج؟ هتكمل معايا لغايه ما تخبط في الكيرف الاحمر، تمام. طب الفيلوسيتي اوف شورتنينج نفس القصه، هتبقى شيفتد اب، وكمان الفي ماكس هتتحسن. يبقى المره اللي فاتت الفي ماكس ما اتغيرتش، لكن المره دي الفي ماكس كمان عليت. خلاص كده اخر فاكتور بيأثر عندي على قوه الكونتراكشن او البرفورمانس، يعني اقصد بتاع الكارديك موسل، هو الفريكوانسي اوف ستيميليشن. احنا كده قلنا ايه؟ قلنا البري لود، وقلنا الافتر لود، وقلنا الانوتروبيك ستيت، فاضل لنا الفريكوانسي. تاثيرها بالظبط زي تاثير الستير كيس فينومينا اللي اخدناها في السمبل موسل تويتش بتاع السكيلتال موسل. الاسهم دي الاستيمولاي ودي الكونتراكشنز، شايفين كل كونتراكشن ايه بيوصل لقوه معينه وينزل، كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. بصوا لما بزود الفريكوانسي عمل ايه؟ زاد بالتدريج لغايه ما وصل لليفل اعلى وثبت عليه، وبعد كده لما ارجع الفريكوانسي تاني لحالتها الاولانيه هيرجع تاني الكونتراكشن ايه؟ ينزل ويوصل لنفس المستوى اللي كان عليه في الاول، تمام. الكونتراكشنيه العاليه قوي دي والكونتراكشنيه الاولانيه، يعني دايما اول كونتراكشن بعد تغيير الفريكوانسي بيكون مختلف شويه عن في السكيلتال مسل، عشان انا هنا عندي حاجه اسمها فيلنج، فانا هنا اديته وقت يملى اكتر فادى كونتراكشن اعلى، تمام. هنا اديته يعني اديته ستيمولس سريع قوي فما لحقش يملى فادى كونتراكشن اقل. بعد كده بيبتدي الاكيوميليشن اوف كالسيوم يعلي زي ما بيحصل في التريبي او الاستيركيس بتاعت السكيلتال مسل مع زياده الفريكونسي، تمام. يبقى تفسير الزياده اكيوميليشن اوف كالسيوم زيه زي السكيلتال مسل. تفسير الكونتراكشنيه الغريبه دي تغير في الزمن فاثر على الفيلنج ريت، تمام كده، بس بعد كده بتظبط عشان الاكيوميليشن اوف كالسيوم. هنا نفس القصه، الفيلنج زاد فعليت قوي وبعدين ابتدت تنقص عشان الكالسيوم ابتدى يتراجع، تمام. كده احنا خلصنا البرفورمانس بتاع الكاردياك ماسل والميكانيكال بروبرتيز، ونلتقي المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني في الكاردياك فيسيولوجي، ونتقابل على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.